الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين رئيس الحفل الكريم والأساتذة الأجلة والضيوف الكرام وأخواتي في الله أريد أن أخطب أمامكن خطبة وجيزة حول موضوع ومن يتوكل على الله فهو حسبه التوكل معناه صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها وأن يكل العبد أموره كلها إلى الله تعالى فإن للتوكل على الله منزلة عظيمة في الإسلام وكل عبد مضطر إليه لا يستغني عنه طرفة عين كما أنه من أعظم العبادات من جهة توثق صلته بتوحيد الرب يقول تعالى في سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت في هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل عليه وأن لا يركن إلا إليه لأنه هو الحي الذي لا يموت وهو القوي القادر ومن يتوكل عليه فهو حسبه كما قال تعالى في سورة الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه ومؤيده وناصره ومن توكل على غير الله فإنما يتوكل على من يموت ويفنى والضعف والعجز يعتبره من كل جهة ولأجل ذلك فالمتوكل عليه يضيع ويزيغ وكل من اعتمد على غير الله فقد ضل سعيه وقد حض الله عباده المؤمنين على التوكل في مواضع عديدة من الكتاب العزيز ومن ذلك قوله تعالى في سورة الطلاق وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى في سورة التوبة وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى واصفا عباده المؤمنين في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وفي السنة المطهرة تكاثرت النصوص الموضحة لأهمية التوكل والحظ عليه ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا معناه أنها تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع ثم تتجه إلى غير وجهة محددة تطير وتبحث وتسعى ثم ترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون وكذلك روى ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى رواه أبو داود فأما من وكل أموره لغير الله وعلق قلبه به فهو مخذول غافل عن ربه تعالى وحقيقة التوكل هي تعلق القلب بالله وحده وخلوه مما سواه ليعلم الإنسان المتوكل أن الأمور في حقيقتها بيد الله وحده فهو مالك أمر العالم كله ولما كان التوكل عملا من أعمال القلب الذي هو سلطان الجسد فلو شارك الله غيره في قلب أي إنسان مثلا أن يتوكل على الله وفي قلب العبد تعلق بغيره فذلك لا يرضاه الله كما جاء في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم فكان من الضروري توكل القلب مع الإحساس بضعف الإنسان وحاجته إلى ربه مع النطق باللسان المعبر عما في القلب فإذا تلفظ اللسان بهذه الكلمة توكلت على الله
بعد من إحساسي بقيمة اللفظ لن ينفعه، ويعتبر هذا التبكل تبكل المنافقين. فعلى هذا يتوقف التبكل على أمرين: الأول تفرغ القلب مما سوى الله، والثاني أن يعمل الإنسان على مرضاة الله بالعمل الصالح، وأن يتجنب عن معصيته، لأن معصية الله تحجب عن العبد رحمته وعونه. أيتها الأخوات، فالواجب علينا أن نتوكل على الله نابغا من العقيدة الإسلامية في الله ربنا، وأن نوقن أن ما عند الله أقرب إلينا مما في أيدينا، وأن تصل ثقتنا بالله، فلا نضل أنفسنا إلا له، ولا نخضع رقابنا إلا لعظمته بالدعاء والخشية والتعظيم. أخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نتوكل عليه وحده ولا نشرك فيه غيره. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.